ده على الصعيد الإنشائي، أما بقى على صعيد كرة القدم طبعا بتتجه الأنظار لتنزانيا والمباراة المرتقبة إن شاء الله للنادي الأهلي أمام فريق سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء الجاي بإذن الرحمن ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. طبعا لعيبة النادي الأهلي خاضوا التمرين الأول امبارح، وكمان كان في تدريبات بدنية و مسألة يعني موضوع جري حوالين الملعب، وطبعا التمرين كان فيه تقسيمة قوية جدا شهدت التركيز على بعض الأمور الفنية، وكان من الواضح فيها جدا تنافس قوي بين جميع اللاعبين. والحقيقة دي الحاجة المعتادة، دي روح النادي الأهلي اللي دايما بيكون كلها عزيمة وإصرار على الفوز وعلى التفوق. وزي ما الأهلي طبعا متصدر مجموعته بعد الفوز في الجولة الأولى على فريق المريخ السوداني بثلاثية دون رد يوم الثلاث الماضي ان شاء يوم الثلاث اللي فات ان شاء الله في المباراه اللي اتلعبت على استاد القاهره الدولي. طبعا في اصرار من اللعيبه على تحقيق نتيجه ايجابيه في مواجهه فريق سيمبا التنزاني من اجل قطع خطوه مهمه في مشوار حجز احدى بطاقتي التاهل للدور الربع النهائي بدوري ابطال افريقيا. وطبعا تمنياتنا لنادي الاهلي بكل التوفيق. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان بقى، امبارح نجمنا مروان محسن مهاجم الفريق هو غادر التقسيمه، واكد خليني اقول لحضراتكم الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق ان اللاعب اشتكى من الام كدمه في القدم، ده تعرض ليها اثناء مران الاهلي بالتتش اللي كان يوم الجمعه اللي فاتت، واوضح انه فضل عدم استكمال هنا اللاعب لفقرات التقسيمه بسبب شكوى كانت من الام الكدمه اللي تعرض ليها من اجل تجهيزه بشكل جيد، وكمان عشان تجنب تفاقم الالام دي. اكيد بنقول الف سلامه عليك يا مروان، وكمان عايزه اطمن حضراتكم على ايمن اشرف اللي الحمد لله شارك في المران وتواجد بقوه في التقسيمه اللي اجراها الجهاز الفني بشكل كامل، وتعافى كمان ايمن اشرف من اثار اجهاد العضله الخلفيه، ودلوقتي نقدر نقول ان هو اصبح جاهز للمشاركه في مباراه سيمبا التنزاني. بكل حال مره تانية الحمد لله على السلامه للاعبينا وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه. الحقيقه بعثه النادي الاهلي في تنزانيا لاقت استقبال حافل وجيد جدا من سفارتنا هناك، والسفير محمد جابر ابو الوفا وهو سفير مصر في تنزانيا كان حريص على حضور تمرين النادي الاهلي، وطبعا استقبله الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه الفريق في تنزانيا، وكان حاضر التمرين هو أعضاء السفارة اللي كانوا حريصين جدا على متابعة التمرين للشد من أزر الفريق قبل مواجهة سيمبا. كمان الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا أشاد بكل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل السفير المصري في تنزانيا وطاقم السفارة مع البعثة، وده طبعا من اللحظة الأولى لوصول البعثة إلى دار السلام. طبعا وجود السفير المصري في تمرين الفريق أكيد بيثمن الجهود الكبيرة المبذولة مع بعثة فريق الكرة منذ الوصول إلى تنزانيا، وطبعا دي حاجة بنشكر عليها السفارة ووزارة الخارجية، حقيقي كل التحية ليهم لأن الاهتمام وصل لدرجة أن طاقم السفارة المصرية موجود بشكل دائم داخل مقر إقامة البعثة، وأيضا بيتابع التدريبات اليومية من أجل تدعيم البعثة وتقديم كل التسهيلات ليها. أنا شايف إن دي خطوة محترمة جدا طبعا. إن أنت بتتكلم إن لما أنت تحس إن أنت كلاعب مسافر لبلد بتمثل مصر في بطولة ما، وبعدين تحس إن البلد اللي أنت رايح بتمثلها هي مهتمة بيك في أي مكان في العالم بتكون متواجد فيه، أنا شايف إن ده دعم معنوي كبير طبعا. جدا، وأعتقد إن هو هيفرق بشكل كبير كمان مع نفسية اللعيبة وعلى أدائهم. أكيد أكيد، وطبعا حاجة يستحقوا عليها بجد كل التحية والتقدير، يعني الحقيقة كل العاملين في وزارة الخارجية في الظروف اللي زي كده لا بيعملوا شغل زي الفل الحقيقة دايما. صحيح، احنا عندنا وزارة خارجية محترمة، وعندنا كمان وزارة هجرة محترمة جدا بتهتم بملفات المصريين بالخارج بشكل يعني أكثر من محترف.